السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. وإن شاء الله النهاردة مش هقول هي ورشة لأن ده شرح مبسط بس. الحاجة الشنطة دي واحدة سألتني عليها، اهي المفروض كده هي باينة. واحدة سألتني على طريقتها، هي واقفة عليها ومش عارفة تشتغلها. الشنطة دي سهلة جدا جدا، انا هحاول احط الصورة على الفيديو بس هشوف ده ممنوع ولا مسموح، لان الشنطة مش انا اللي عاملاها اصلا، هي مفروض معمولة من حد اجنبي. فبإذن الله أنا بشرح لها بس شرح مبسط للوحدة بتاعتها وطريقة التقفيل في الآخر. طيب أنا عارفة أني بقالي كتير ما صورتش فيديوهات، بإذن الله بإذن الله دعواتكم، بإذن الله ربنا ييسر الحال وهنصور تاني. طيب أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هسمي الله. هي الشنطة هنا شغلينها باللولي، فأنا ما بشتغلش باللولي، ما عنديش لولي، فهشتغل بالخرز مقاس 8. هتحتاجي مقاسين خرز، يعني انا مثلا لو اشتغلت بـ8 ممكن امسك بـ10 او 12. انا شايفه هنا في الشنطه نفسها، انا شايفه ان هم لو شغالين بـ8 هم مسكوا بـ12، لان الفرق في الحجم بين ده وده كبير. طيب اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هشتغل بالغرزه الرباعيه عاديه. اول حاجه انا حطيت 4، بعد كده هحط اللون الابيض ده صعب قوي في الشغل، هحط 2 في فتلة. بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة في فتلة التانية. يا جماعة اللي بيسألوا على فوانيس، انا منزلة اكتر من 25 موديل فوانيس، منزلة فوانيس كتير جدا جدا على القناة عندي، من اول ميداليا لغاية فانوس البلكونة. الميداليا فيه سهل جدا، انا منزلة من سنين فانوس الـ5 دقايق، دلوقتي اللي عمالين يعملوه يقلدوا الـ5 دقايق والـ10 دقايق، ايا كان، يعني الحاجات بسيطة بإذن الله وسهلة. انا بحاول كل شوية احط اللينكات تاني من جديد، انا بقالي زمن ما صورتش ورش خالص، ولكن في ورش كتير جدا 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 انا منزلها بفضل الله. هنشتغل شريط رباعي، انا هقول العدد بتاع الشنطة دوت هو طوله 5 في ارتفاعه 4، ولكن مش شرط تتأيدي بالعدد اللي موجود في الشنطة هنا، تشتغلي زي ما انت عايزة. انت ممكن تعمليها اقل، ممكن تعمليها اكبر، ممكن تعملي بدل ما هي مستطيل تعمليها مربع، يعني مثلا هتبقى الطول زي العرض، فلنفرض ان 4 في 4، 5 في 5، اما تضربي العدد في نفسه هو هو هيديكي مربع، اما بتغيري في العدد هيديكي مستطيل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا ولا كان على بالي ولا على الخاطر ان انا هصور الورشة دي اصلا، وشرحت الشرح على الواتس، شرحته مبسط كده، ف قالت لي معلش صورها لي بس حاجه سريعه، قلت لها تمام هنزلها للكل يستفيد باذن الله. انا كده عملت 4 غرز، اهم 4 غرز، هوريكم بس لما اعدي دي، 1 2 3 4، الخمسه بتاعتهم هحط العدد بتاعي كله في ناحيه واحده. ساره سيب التليفون وهعدي خلاص كده. بالنسبه لي دي البدايه اهو، 1 2 3 4 5. هاخد الفتلة اللي برا، انا لو هشتغل السطر رايح جاي يبقى الفتلة اللي برا هحط فيها العدد بتاعي كله، ولكن انا مش هشتغل السطر رايح جاي، انا هطلع ارتفاع، يبقى هحط 2 في ناحية واحط 1 في الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى انا بعد الخمسة طلعت ارتفاع 1، يبقى دي رقم كام بالنسبة لي؟ دي رقم 2، لان في تحتيها 1 كده 2، يبقى فاضل لي كمان 2. هخلي حبة خرز هنا قدامي، 1 برضو، هحط 2 في طرف وواحدة في طرف. بسم الله، كده دي بقت رقم 3 بالنسبة لي في الارتفاع، زي حرف ال ال، فاكرين حرف ال ال لما عملناه؟ انا منزلة الحروف كلها، فاضل لي كام حاجة بس ويبقى خلصتها. يبقى انا معايا 1 2 3 4 5 تحت، الارتفاع معايا بقى هعد اللي من تحت، يبقى ادي 1. سارة خدي بطاطا من هنا، ادي 1 2 3، الرابعة هعمل ايه؟ هاخد الفتلة اللي برة احط فيها الـ3 كاملين، 1 2
ثلاثة، 3 خرزات بتوعي كلهم حطيتهم. او نسينا نقول بسم الله، نبدأ به نستعين. بسم الله اهو العدد، ما تقيدوش بالعدد اللي انا قلته ده، انا بقى هوصف اللي في الصورة، لكن ممكن تعملي زي ما انت عايزة. خلاص يبقى انا خلصت 5 وادي 4. هعمل تاني كده، هطلع تاني نفس الارتفاع ده، يبقى هحط 2 في طرف. سوسو هاتيلي اي حاجة غامقة حبيبتي، او بصي هاتي الحتة البامبي اللي عند الكمبيوتر دي، احط عليها عشان هو كده مش باين. بسم الله يا هو حبيبتي، حطي كده يا ماما، كده كده ان شاء الله يبقى باينة. تمام كده باينة بإذن الله. بسم الله، خلاص نقفل الغرزة دي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تانية، شايفين هكمل هنا كده. خلاص خلصنا الارتفاع، بقى كام؟ 1 2 3 4 اهو كده، فاضل واحدة بس اللي هي الأخيرة دي. هعملها منين؟ من ناحية اليمين. شايفين أنا الشغل حطاه ازاي؟ مش هعملها من الناحية اللي فيها الخمس غرز اللي عملناهم، هعملها من الناحية التانية، هحط فيها بقى التلاتة مع بعض. مش هحط بقى خلاص 2 و1، لا التلاتة كلهم مع بعض اهوت. لو حد يعرف لي برنامج حلو، انا بصور بالتليفون وبرفع الشغل من على التليفون، برنامج حلو للمونتاج اللي بعمله، لان لما بصور كنت بعمل فيديو شو، دلوقتي لما بشتغل خلاص فيديو شو مش بشتغل معايا خلاص خالص، انا ما بشتغلش من على لاب ولا كمبيوتر. فلما بشتغل دلوقتي البرنامج اللي انا بشتغل بيه نسيت اسمه، فيديو كات تقريبا، مش فاكره اسمه عشان انا مش فاهمه في الحاجات دي قوي. اما بشتغل بيه بقعد كتير جدا 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 فوق ما تتخيلوا عشان البرنامج يحمل الفيديو وانزله على القناه. فيديو شو كان بيسهل عليا كتير قوي. خلاص انا كده بقى دلوقتي دي الضلع ده قد الضلع ده متساويين. طيب فاضل لي ايه؟ المفروض ان الضلع دوت بيساوي 4 غرز، معايا منهم 1 2، يبقى انا فاضل لي غرزتين، اللي هي واحده منهم هعملها عادي خالص، اللي هو 2 في طرف يعني، خرزتين في طرف خيط، والطرف الثاني خرزه واحده اهيت. خلاص كده انا بقى اصبح معايا 3 غرز، فاضل لي غرزه واحده بس عشان يبقى 4 قصاد 4. ما تهرب منك كده، حل الخيط بالراحه تاني، عدي الخرزه دي وبعدين احبسي عليها كده. خلاص انا فاضل لي الغرزه الاخيره دي اللي هي هوصل دي بدي. اديني حطيت في طرف الخيط اي واحد منهم بقى خلاص مش هتفرق، حطيت خرزه وعدي. عايزه تخليها من العكس مفيش مشاكل، براحتك بقى، لان احنا هنطلع دلوقتي ارتفاع. وادي الخرزه الثانيه، ارجع فيها واسحب الطرف الثاني. بسم الله، اصبح عندي ده الشكل اللي هنشتغل بيه الشنطه كامله اهو، ده كده الشكل. ولكن هو هيفضل كده؟ لا ده هو مجسم كده، ده مش مجسم، ده وش واحد، احنا عايزينه مجسم. يبقى المجسم هعمل ايه؟ على كل الغرز دي، على كل الخرز ده اللي على الحروف ده كله كده، داير ما يدور ده داير ما يدور، هشتغل رباعي على واحد. بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، اي طرف من الاثنين هحط فيه 3 2 3 اهو، حطيت 3، سحبت الطرف الثاني، اعدي بقى، شايفينها كده بقى مجسم، دي ارضيه وده ارتفاع. هعدي في اللي بعدها اللي هشتغل فيها، انا هعدي كده في دي اللي هشتغل فيها، هعدي فيها. حاضر، بطاطا قاعده ورايا ماشي اهو، هعدي
عايزه تعدي فيهم بقى الثلاثه مره واحده، مفيش مشاكل مش هتفرق يعني. عديت، دلوقتي هحط خرزتين بس، واحد اتنين. عايزه تشتغلي بالطريقه دي اشتغلي، عايزه تشتغلي بالطريقه اللي كنا بنشتغل بيها في البدايه اشتغلي. انا معديه الخيط اهو كده كده اوريدي، خلاص هو معدي. هعدي من تحت من ورا الفتله واسحب كده واعدي تاني. شايفين اهو؟ هكمل اتنين اهو، انا معديه الفتله يبقى هعدي كده واسحب الفتله الفها كده واعدي في الخرزه واشد. طيب انا ممكن اقول لك كملي داير ما يدور، لا في ناس مش فاهمه يعني ايه داير ما يدور، يبقى هنقول بالراحه كده معلش هنصبر شويه. حطيت اتنين كمان اهو، عشان في ناس بتيجي على الزاويه وتتلخبط. ساره بعيدي شويه لو سمحتي، انا قاعده ظهري واجعني اصلا. بسم الله. حاضر. انا كده خلصت ايه الاربعه دولت، الضلع ده اربعه هيديني جوه ثلاثه، الضلع بره ده قصدي خمسه هيديني جوه ثلاثه، فرجي خمسه هيديني ثلاثه، زوج اتنين اربعه هيديني اتنين. طيب هعدي تاني في الخرزتين دول اللي في الجنب اهو. بعدي يا ساره لو سمحتي، واحط خرزتين. انا كده عديت بقى بالجنب خلاص كل الدايره اللي جوه دي. ايه ساره اللي حطها؟ كل الدايره اللي جوه، كل المربع اللي جوه، المستطيل اللي جوه ده هشتغل عليه، كل الحروف دي هشتغل عليها. يبقى انا هعدي اهو، بسم الله، واسحب الطرف وعدي في الخرزة. انا مش عارفة القطة دي مالها. سامعيني يا جماعة؟ لو عندكم حل للمشكلة دي قولولنا. لو عندكم حل لمشكلة القطة اللي هي عمالة تنونة وواقفة لنا ورا باب الشقة ديت، عايزة تفتح باب الشقة. هنكمل. اظن مفيش داعي نطول في دي اكتر من كده، خلاص زي ما عملت الجنبين دول تطهي يا جماعة، هكمل الجنبين التانيين. بس يا سارة اوعي، هنكمل دول ونيجي تاني. خلاص كده اخر واحدة هعمل ايه؟ هعدي الخرز في اللي هشتغل فيها، هعدي الخيط قصدي، واعدي في اللي جنبها على طول اللي هي عامل مشترك ضلع بين دي ودي، واحط خرزة. في كذا طريقة للمجسم اللي احنا بنعمله ده، كذا طريقة يعني. انا هشرح لك ممكن طريقة تانية دلوقتي شرح بسيط كده وبراحتك تعمليها، بس انا حبيت اوريكي الاول الاعداد بتاعتها ايه. ممكن تشتغلوا ايه؟ اشتغلي ده مرتين يعني خمسة وفوقيهم خمسة، وتروحي تانيه اهو كأن انا تانيت كده، ده اتنين اهو بقى مجسم خلاص. بدل ما تقعدي تشتغلي وتلفي وتدوري، ممكن تشتغلي زي ما قلت لك، يا تشتغلي 10 خمستين فوق بعض واتني واطلعي بيهم يعني. هو بصي، طالما انت هتشتغلي اول واحده حتى لو اشتغلتيها بالطريقه بتاعتي، وحتى لو شايفه الطريقه دي صعبه، خليكي بس في اول واحده، وبعد كده هتبقى هي قدامك ممكن تشوفي لها كذا طريقه تشتغلي زي ما انت عايزه. تمام خلاص كده شايفين هي بقت عامله ازاي. طيب مفروض ان انا هكمل الارتفاع اللي انا عملته ده، لازم اكمله كله مجسم كله على بعضه. طيب انا واقفه بالخيط بتاعي هنا، هحط ثلاثه اهم، واحد اتنين ثلاثه في طرف واحد، واشد الطرف الثاني. شايفين دي اهي، مش هتبقى واقفة كده بقى، انا مش هطلع ارتفاع اكتر من كده خلاص، لا انا هنيمها كده زي ما هي، وهعدي وهكمل كمان اتنين.
الحتة دي برضك هقفلها وهوقف الفيديو برضو واكمل وارجع اجي تاني. الفيديو ده هياخد وقت طويل جدا عشان يحمل، انا مش عارفة البرنامج الجديد ده عندي مشكلة في التحميل. اهو زي ما انا واقفة بالظبط انا عملت على الاتنين دول، خلاص خلصت منهم اهم، الاتنين دول انا خلصت منهم هكمل. انا عايزة دي تبقى دي مرايتها، يعني كل اللي موجود هنا لازم يكون موجود هنا. يبقى الطرف بتاعي هاخده اللي بره واحط فيه تلاتة لان انا واقفة على الحرف خلاص. بسم الله. شايفين الاتنين دول خوات، انا نفس ما انا عاملة الوش ده كده لازم اكرره هنا. هاخدها داير ما يدور كلها واجيلكوا تاني. خلاص انا هنا عملتها، شايفين بقت عامله ازاي اهي، شايفين اهي ليها كذا طريقه، كذا طريقه تشتغليها بيها. انا بوريكي شكلها بس، لكن هي مش هتبقى كده، كذا طريقه تعمليها بيها. زي ما قلت لك اول قطعه اشتغليها معايا، حتى لو شايفه ان الشرح هنا كده صعب بس باذن الله هيكون سهل، ومن بعد كده هي هتبقى قدامك خلاص باي طريقه انت هتعرفي تعمليها. طيب واحنا كده خلصنا؟ لا احنا لسه ما خلصناش، فاضل اخر حاجه ان الفراغ ده احنا هنوصل دي بدي، اللي هي انا مش هقفلها كلها، انا هعمل بس واحده اوريكي. بسم الله، عشان الخيط خلص وانا كده كده مش هحط خيط تاني لاني هفكها. ادي اول خرزه حطيتها، انا بوصل دي بدي ليه التشبيك يعني عادي خالص. انا وصلت اول واحده، اللي بعد كده بحط الخرزة وعدي فيها وارجع اسحب الطرف التاني. بس بما ان الخيط معايا خلاص خلص فانا مش مهمة مش هكمل اهو. انتوا مش شايفين اهي، عديت اهو، انا قفلتها بوصلهم ببعض. بعد كده هعدي في اللي عليها الدور في الشغل اللي في ايدي ده كله من القطة. القطة بتلعب معايا، ده هزار هزار من القطة. وسوسو يا سارة ايه معي وسارة برضو، ده الهزار بتاعها اهو. انا هوصل كده زي ما انتوا شايفين، هتبقى كلها مقفولة بالشكل ده خلاص. فلنفرض ان انا خلاص وصلتها كلها، انا كده كده مش هكمل لان خلاص الخيط انا كده كده دي هفكها تاني خلاص. دي انا اشتغلت منها العدد اللي انا عايزاه. الشنطة مطلوب من دي فيها تلاتة في كل جنب، وهي اربع جوانب يبقى انا مطلوب مني 12، 3 في 4 ب 12. هتبقى ادي واحده كده، واحده فوقيها وواحده فوقيها. التوصيل بقى نفس الطريقه اللي انا وصلت بيها دلوقتي ديت، هوصل بيها بس بخرزه اكبر. انا مفيش دلوقتي قدامي خرزه اكبر، فهجيب خرزه بس ايه لون مختلف، ادي لون تاني. فلنفرض ان دي الخرزه الاكبر، لما باجي اوصل انا معايا هنا خمسه، يبقى ممكن اخد في الاولى والاخيره زي ما انت عايزه. عايزه توصلي تعملي باللي جوه، انا هشوفها في الصوره اصلا موصلينها ازاي واقول لك العدد بالظبط، عشان اللي مطلوب منها نفس دي تعمل زيها بالظبط. هي في الاولى وفي الاخيره. بسم الله. بسم الله، في الاولى وفي الاخيره مفيش مشاكل. التوصيل زي ما انت عايزه، او ممكن تعمليها بصي ممكن عاملينها ايه كمان، موصلين بين الاولى والثانيه، يعني التوصيل ده حاجه هترجع لك انت براحتك. انت عايزه توصلي هنا الجزء ده هيتوصل، يعني دي قطعه هتتوصل باختها، هيبقى ثلاثه من هنا والجنب ثلاثه، الجنب ثلاثه، الجنب ثلاثه، اللي هي هتساوي واحد اتنين تلاته اربعه، هتوصليهم ببعض كده، والاربعه اللي فوقيهم والاربعه اللي فوقيهم خلاص. يبقى احنا وصلناها كلها، وصلناهم كلهم ببعض. فلنفرض ان دي واحده، اقطع مدي يا سوسو ممكن؟ تقطع دي؟ لا طبعا. طيب خلاص مش هقطع اهو، دي واحده ودي واحده ودي واحده، ثلاثه ودي واحده، اربعه اهم. الاربعه دول خلاص انا وصلتهم كلهم ببعض، سواء هتوصلي من الخرزه الاولى والاخيره او هتوصلي باللي في النص براحتك خالص، او ممكن بين زي ما قلت لك بين الخرزتين. وصلتيهم كلهم ببعض يبقى معايا واحد اتنين تلاته اربعه في الارتفاع تلاته. تيجي بقى تمسكيهم تتني بقى خلاص، الشنطه هيبقى الجنب كده، الجنب كده، الجنب كده، هيبقى الارتفاع طالع معاكي كامل. هتيجي تقلبي الشنطه سواء من تحت او من فوق، انت كده كده مفيش وش وظهر فيها، هتروحي عامله ايه بقى؟
على دولت كده على كله هتشتغلي رباعي، داير ما يدور هيجي معاكي قطعة رباعية كلها، وفوق هتحطي لها الايد وخلاص، هي كده بالنسبة لي انتهت. لو واضحة معاك واضحة، مش واضحة هعملها انا بس ان شاء الله فيديو تاني، بس اما تقولولي، بس مش هشتغلها كلها كاملة لان انا كده كده مش هعمل بيها حاجة، هشتغل منها مثلا اتنين تلاتة كمان معاها، وبعد التلاتة دولت هروح مشبكها لكم واحط لكم ارضية واحط فيها الايد، وان شاء الله اشوفكم في ورشة تانية، دي ورشة وردة جديدة انا بشتغلها، فان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسر الحال، والفيديو ده بس يتحمل بكرة، واشوفكم في ورشة تانية، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.